بعد طول الانتظار وبعد سيل من النقاشات الساخنة والشد والجذب الذي عرفه الشارع الرياضي بمدينة زنيت في الآونة الأخيرة حول تاريخ نهاية الأشغال لتكسية ملعب بن النخيل بالعشب الاصطناعي. هي الأشغال تجرى على قدم وساق في الأيام القليلة الماضية، هذا في انتظار استكمال أشغال تكسية الملعب بالعشب الاصطناعي الذي أثار بدوره موجة من التساؤلات حول طبيعة وجودة هذا العشب ومدى تأقلمه مع الأجواء والمناخ الذي يسود بمدينة زنيت طيلة السنة. أجواء من الارتياح النسبي تطبع الشارع الرياضي التزنيتي يوازيها ترقب حول مدى مسيرة نوعية هذا العشب كما أسلفنا الذكر ومدى جاهزيته لضمان استمرارية ملعب بين النخيل الذي يشكل هو الآخر إضافة لملعب المسيرة إحدى المعالم الرياضية التاريخية بمدينة زنيت. كاميرا موقع زنيت 24 كانت حاضرة بملعب بين النخيل لترصد للزوار الكرام أهم المشاهد التالية. بعد أسابيع قليلة ستتمم الأشغال هنا على أرضية ملعب بن النخيل بتكسية هذه الأرضية بالعشب الاصطناعي، لكن تبقى تساؤلات عديدة تطرح نفسها من قبيل متى سيتم تهيئة مدرجات ملعب بن النخيل ومتى سيتم تهيئة فضاءات ملعب بن النخيل لتصبح المعلمة الرياضية التاريخية في مستوى تطلعات الرياضة والرياضيين بمدينة زنيت. إنه مجرد سؤال. عصام الصابر لموقع زنيت 24 ملعب بين النخيل بمدينة زنيت.